يا هلا، كيف الحال تمام؟ ان شاء الله تكونوا بخير. والله مش عارف 40 دقيقه عم بصور جيمين في ابيكس وبالاخير التسجيل ما حفظ، وكانوا جيمين ايش الجيم بتجنن. على العموم حتى المقدمه راحت، ف المقطع بتصور المره الثانيه. على العموم يا جماعه، زي ما شايفين معي عاصم، وحاليا معي الشخصية الجديدة اللي هو اسمها رابسودي تقريبا هيك اسمها. هذا سكن وصلنا من الشركة، يب الشركة اعطتنا دعم يا جماعة. اللعبة وصلها الشهرين نازلة وعم تدعم صناع المحتوى، فشكرا لكم اي اي، وشكرا لايبكس موبايل تحديدا. وصلوا لي الباتل باس ليفل 50، بعثوا لي 800 عملة من العملات اللي بتفتح فيهم الباتل باس بتشتري، بعثوا لي العملات تبعت المتجر، شايفين هاي العملات اللي 3200 هاي اللي بتشتري فيها من المتجر، بعثوا لي يمكن 90,000 عملة او 75، كان معي 20 فصاروا 90 سمين. المهم انا اشتريت كل شيء بالمتجر، يعني زي ما شايفين المتجر، كل شيء في المتجر اشتريته، كل شيء حرفيا. واهم شيء يا جماعه بعثوا لي سكن للهافوك، هذا السكن بعثوا لي اياه زي ما شايفينه، سكن ميثيك، واليوم راح نجربه مع شخصيه رابسودي. هنجرب هاي الشخصيه مع بعض. بصراحه قدراتها رهيبه، القدرات العاديه البسيطه فيها بتخليك تسمع الاعداء من بعيد، تطلق الرصاص من بعيد تسمعه. القدره الثانيه كل 25 ثانيه بتتفعل بتهيئ لك الدرع تبعك، وبنفس الوقت بتخليك سريع انت وتيمك كمان. والقدره الثالثه اللي هو غضب راودي، اللي هو هذا الكلب تبعها، بيفتح كل دقيقتين وبيفتح لك درع ما بتقدر تدمجها من وراه، او بتقدر بس مش متاكد، بس على العموم الدرع ما بخليك تشوف هالشخصيه من وراه، هي وتيمك يعني بتكفرك، وبنفس الوقت انت من ورا الدرع بتقدر تطلق على خصمك، فهي ممكن تفوزك يعني اقيام خرافيه. فسريعا خلونا ايش هسه نجهز هاي البنر اشارات. تمام زي ما شايفين وصلنا بريدتور هذا الموسم، واحد من اصحابي ساعدني لعب في حسابي لحد ما وصلنا لبريدتور، انا كنت تقريبا واصل ماستر بس هو كمل على بريدتور، يعني مشكور ادهم حبيبي. المهم يا جماعه هسه هندخل منظور ثالث عشان نتاكد من الشخصيه ونشوفها. وزي ما شايفين الكدي عندي 17.25، المتوسط تبع الدمج 1400، يعني اللعب نايس فاهمين علي، وواصلين دايموند فمش كثير مرتب. تمام هندخل هسه مع بعض جيم عادي مع عاصم، وزي ما شايفين عاصم نوب ومستواه قليل بعده للاسف، مش هندخل جيم رانك، هندخل جيم عادي. بس زي ما بتعرفوا البيبكس الجيم العاديه برضه صعبه مش سهله. قررت افرمت قوي وامسح غرامك. يلا يا بي في لها افكتات هيك بتطلع صوت هيك. اوكي اوكي شوف دي بقى ناشفه كده، شوف شكلها عامل ازاي، طلع من المقابر لسه. من شمال افريقيا. انت نازل بحريقه. ايوه ده بتاع البريدتور يا بيه مش بتاعك. الله عليك الكلام ده. طيب افتح لنا العظمه دي. في حد سكواد عندك؟ بسرعه سكواد عندك؟ في حد عندك؟ طيب يا بيه فيش حد عندك يا بيه. هاي كيكار مش راح عدي بلي. شوف الفينش بتاعها، ها صراحة من افخم الفينشات باللعبة هاي الصراحة. انا بيحصل قدام يا جماعة. الله طلع الهبو. اوكي كشفوا لي درعي. ايوه يلا يا بيه كابيتال سيتي، تعال على اللي بعدها سكيل تاون. يلا سكيل تاون منظور شخص ثالث بشكل شوي هيك وشوي هيك. والله انا حاسس ان الاول احلى يعني. كمل اول بقى الصراحه، يعني انا مش متعود على الثالث خالص. لا انا صار لي فتره بلعب ثالث، بقول لك واصل دايما. بسم الله ما شاء الله يا بي. وانت تقييم اعلى من تقييم شغال الصراحه 24 ساعه شغال لعب كده يا بي. يا بي امين ده مش عايز عندي ناس. انا جايلك هو جاي. وقعت واحد باقي التيمو. انت فين يا باشا؟ اوبا بلف. موت يا حبيبي، موت. اوف ما فين؟ مش عارف. اوبا هناك. انا مش كويس يا باشا. يلا انا جاي عندهم. راح قصفونا يا باشا. اوبا ده احنا
يلا يا خراب خلصت عليها. انا رايح للدروب، رايح على الدروب. نشوف شو فين. بسم الله يا رب سنايبر. يلا اوه اوكي، نستغني عن سلاح التربو تشارجر. التربو تشارجر سلاح الهواء. في ناس تحت. اوبا في حد هنا. كسرت واحد هنا مع الجسر. ايمي خراب بس كسرت درعه. اوه ايه اللي قرا؟ ما فيه ما فيه. تعال بوابة. كيف كذا؟ يلا يلا ابلع. انت شفته ازاي؟ انا بشوف من ورا الحيطان. بسم الله عليك. في واحد نزل قدامي. اوبا فين ده؟ هناك. ده نزلوا يا باشا. اوه كيف اتت فيه؟ يا عمي تعال يلا وان شوت المسه بس كده تمام. يا بيه انا ما اعطيت طلقة سنايبر. ما ادري راح احمر خذه. اعطيته طلقة سنايبر، انا لحد الان مش فاهم كيف اجته. ووو يا ولا يا ولا سحب كسري في سكواد عندي. وان شوت هو. في واحد فوق. واحد فوق. جيمي اني ما. I'm shot. عاش يالا. عاش يالا احلى كلمة. السرعة دي. السرعة دي يا باشا. وي انمي. الواد ابي الكل. الواد بعيط على الكلات بدور احكي. ما تقول له. اني ذا انمي. ايه انمي برو. مش سايبين له الكل يا عيني. وي انمي. وي انمي. اشعر بالحال. نحن واثقون، نحن واثقون بحماسينا. حماسينا. خذ بالك يمكن تلاقيهم عنا. يا الله. مات من الزون. مات من الزون، مات من القهر. يا. والله جيم كويس مش سيء، جيم كويس حبيبي بالنسبة لي. 12 كل طالع. بالنسبة لك أيها حلو. واو 3000 دمج في الشخصية هاي، نايس. صلاة على النبي.